في مسلسل كنا ظروف، هو الدور ديال جميلة. هي واحد البنت بسيطة بزاف اللي ما كملتش القراية ديالها، الظروف ما خلاتش انها تكمل القراية ديالها وما خدماتش، دونك كتكون جالسة غير في الدار. دونك كتكون على واحد الخلاف مع الام ديالها، حيت هي ما كتكونش باغا العلاقة ديالها مع خطيبها اللي هو خالد. هي كتكون متعلقة بيه بحكم انها ما كتكون عندها حتى شي حاجة في الحياة من غيره هو، حيت ما كملت قراية ما خدمات، دونك كتشوفو غير هو وباغي غير هو. هاد الشخصية شدتني بزاف لانها شخصية بعيدة عليا، دونك كان ان تشالنج انني نقدمها. يعني خصك تقدم ليها كل شيء، لي تيك ديالها، كيفاش كتهضر، كيفاش كتضحك، كيفاش كتعامل. دونك فوالا. في الاول الحمد لله، زعما ملي قريت السيناريو شفت بانه سيناريو زعما بشرى ملاك واخراج دريس الروخ وانتاج ديسكونيكتد، كنت متفائله بزاف لان كاين واحد المجموعه زوينه وممثلين كبار اللي كاينين معايا. دونك كنت متفائله وكنقول ان شاء الله بان المسلسل غادي يلقى نجاح، لان حنا خدمنا بحب وزعما في كل مشهد كنا كنديوه كنا كنعطيو كل ما عندنا. دونك كنقول بان الحمد لله المسلسل غينجح لان حنا عطينا فيه بزاف. اغلب التعليقات اللي كيوصلوني عجبهم الدور ديال جميله، لانه دور مختلف سورتو في الاول. كتكون انسانه عندها اون جو دو فيف، كتكون فرحانه ضاحكه كتكون ديما لاصقه الخطيبه. كانت بزاف اغلب التعليقات في الاول هي المدلوله لانها كتكون راضيه بكل شيء، مهم تكون مع داك الانسان. دونك اغلب التعليقات كانت هادي. كيشبهوني بممثلات تركيات، ما عرف صراحة شنو نقول، مي كاينين تبارك الله. حنا حتى في المغرب عندنا الزين وعندنا بنات زوينات في المغرب، ماشي غير في تركيا. دونك ممكن كاع عندنا بنات زوينات حسن كاع من تركيا. دونك كل بلد وعنده الجمال ديالو، وكل بنت عندها الزين ديالها، والحمد لله ربي خلقنا في احسن خلق. خاصة غير البنت تقبل الشكل ديالها وتكون متقبله راسها وواثقه من نفسها، داكشي كينعكس على الخارج ديالها. وكل بنت فينا راه زوينه تبارك الله. اصعب مشهد جسدته كان هو مشهد الاختصار، حيت اول مره كندير مشهد بحال هذا، وأول مرة خصني نحس بهذاك المشهد ونعطي فيه ونحاول نوصل أن الله يستر أي بنت تحطت في ذاك المشكل كيفاش تقدر تحس. دونك كان هذا المشهد. الممثلين الاخرين صراحه كانت علاقتنا زوينه بزاف، الحمد لله كلهم ممثلين زوينين وغزالين في البلاطو. ابتسام العروسي غزاله تبارك الله، هي لي مانيفيك. انا وياها جمعنا بزاف ديال لي سيكونس ديال لاميتي ديال الصحبه اي تو في التورناج. دونك فريمون كنا كنديروا المشهد من قلبنا. دونك جو بونس المشاهد غادي يحس بيه بحال كنا صحابات فريمون من شحال هادي، لاننا كانت بيناتنا واحد الكيمستري، واحد الشيء زوينه انا وابتسام. دونك فرحت بزاف اني خدمت مع غزاله، هي ممثله واعره وزوينه، وانا كنتمنى لها ان شاء الله كل التوفيق. كنت كنغير شويه من ابتسامها في الدور. صراحة ما في حياتي، وبيان سور انا دازو عندي دي كوبين بحال كاع البنات، كتكون بعض المرات شوف بعض المرات ضروري كتكون ديك شوية الغيرة، مي بون زعما غير ما تكونش ديك الغيرة اللي زايدة على الحد، فهمتي؟ كني كتكون ديك الغيرة على الحد صافي كتولي اون مالادي، دونك خصك تبعدي من داك الشخص ولا ديك البنت. مي كتكون بعض المرات واحد لي بتي ديتاي ايتو كانوا معايا، زعما كانوا عندي دي كوبين صراحة ما بقاوش ما عنديش صراحه بزاف الزهر في صحابات. دونك عندي واحد دابا قليل عندي واحد شنو نقول لك، واحد الدائره صغيره كنحاول هي اللي تبقى عندي، ما نكثرش عليا بزاف.
كنحاول ديك الدائره تبقى عندي عزيزين عليا، كنبغيهم كيبغيوني، كنتمنى لي الخير، كنتمنى ليهم الخير، وهذا الشيء اللي مهم. المشاريع الجايه عندي مسلسل غيدوز في شاهد ان شاء الله، دونك اون سي با باقي ما عرفناش العرض ديالو امتى، اللي هو مسلسل الحافه، دونك حنا ما عارفينش امتى غادي يعرضوه شاهد. هو مسلسل مكون من 15 حلقه، وكل حلقه فيها بطل مختلف. انا كان عندي حلقه من هذا المسلسل، دونك ان شاء الله يتعرض قريبا على منصه شاهد. سينو كاين واحد الخبر ان شاء الله، واحد الاغنيه غتنزل قريبا قريبا ان شاء الله، اغنيه اول مشروع الغناء ديالي، فيديو كليب اغنيه غتنزل قريبا، باقي ما عنديش لا دات اكزاكتومون، ان شاء الله من بعد رمضان.